في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين، أبهر قمر دموي اللون مراقبي النجوم في كثير من أنحاء العالم يوم الجمعة، وهو يدخل رويداً رويداً في ظل الأرض. ومن رأس رجاء صالحات الشرق الأوسط ومن الكريملين إلى ميناء سيدني، شخصت أبصار الآلاف نحو السماء لرؤية القمر الذي اعتمى ثم تحول لونه إلى البرتقالي والبني والقرمزي لدى توغله في ظل الأرض. وتقول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إن الخسوف الكلي استغرق ساعة واثنين واربعين دقيقة وسبعين وخمسين ثانية، لكن سبقه وتلاه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر قبع ثلاث ساعات واربعين وخمسين دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض. وحدث الخسوف التام في الساعة 8:22 دقيقة بتوقيت غرينتش، وأمكن رؤيته في أوروبا وروسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أنحاء آسيا وأستراليا، رغم أن السحب حجبت القمر في بعض الأماكن، حيث لم يتسنى مشاهدة الخسوف في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء المحيط الهادي. فسبحان خالق الشمس والقمر.